صدرت الإرادة الملكية السامية بفضل الدورة العادية لمجلس الأمة اعتبارا من صباح يوم الأحد الموافق للرابع عشر من شهر نيسان لعام 2019 وإلى خبر آخر أجرى رئيس الوزراء دكتور عمر الرزاز مباحثات مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في دار رئاسة الوزراء ركزت على تعزيز العلاقات الثنائية في مجالات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. الحرص على الارتقاء بمستوى التعاون الثنائي وفتح مجالات أوسع للتعاون بين البلدين في العديد من المجالات. هذا ما أكده رئيس الوزراء والرئيس الإيطالي خلال لقائهما الذي عقد في دار رئاسة الوزراء. المباحثات بين الجانبين تناولت مجالات التعاون المشترك بين الأردن وإيطاليا والفرص المتوفرة لتعزيزها في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والثقافية والزراعات الحديثة، حيث أكد رئيس الوزراء تطلع الأردن لخطوات قادمة على هذا الصعيد وترحيبه بزيارة وفد رجال أعمال إيطالي للمملكة. لاستكشاف فرص التعاون المستقبلي بين البلدين الرئيس الايطالي اعرب عن رغبه بلاده في توسيع مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والزراعي مع الاردن لافتا الى ان الاوضاع المستقره في المملكه سياسيا واقتصاديا تشجع ايطاليا على زياده تعاونها والاستفاده من الموقع الجغرافي للاردن ليكون منطلقا لتعاونها مع دول المنطقه والمساهمه من خلال مشروعات مشتركه بجهود اعاده الاعمار في دول المنطقه خلال اللقاء تم تقديم عرض حول فرص ومجالات التعاون المشترك وخاصة ما يتعلق بالاستثمارات واستفادة الشركات الايطالية من المشاركة في عمليات اعادة الاعمار والمزايا التصديرية والتعاون في مجالات الزراعات الحديثة وزيادة صادرات الاردن من الاسمدة لايطاليا والتعاون السياحي، خاصة انه ستتم زيادة عدد رحلات الطيران الى ايطاليا خلال موسم الصيف المقبل. اذا، زياره مهمه قام بها الرئيس الايطالي الى الاردن يؤمل ان ينتج عنها مزيد من التعاون بين البلدين في مختلف المجالات